نشي نرفع مطالب ووجهنا رسالة إلى الملك، ولكن الملك يتغاضخ الحراك الشعبي اللي توقع عندها. 6 أشهر من الدروس في النضال، 6 أشهر من السلمية، 6 أشهر من مخلصة الاحتجاجات، الساكنة تحتاج الساكنة ناري، ثم يتسغنغ البيدق المسمى الوالي اليعقوبي يقرق أتواصل مع الساكنة. مادام أنه الوالي اليعقوبي قالك يجب احترام تسمى المؤسسات وقالك دولة المؤسسات، أين تتجلى دولة المؤسسات وتسحب البساط على المنتخبين؟ ليس من حقك أن تتواجد على مستوى الحياة باش تقول المواطن غنصايب لك الروبين وغنصايب لك سميتو غنصايب لك التروتوار. هذا شأن المنتخبين، ولكن ما دام أن المنتخبين ارتموا في حوض المخزن وطبلوا المخزن ووقعوا على ضد الحراك الشعبي على أساس أن الحراك الشعبي هرس الاقتصاد، متى كان الاقتصاد هنا في الريف؟ متى كانت هناك معامل؟ متى كانت هناك شركات؟ ولكن دائما نقول ونؤكد على أن الاستعمار الإسباني أرحم بكثير من السياسة المخزنية. هذا لا يعني أننا نطب بالاستعمار، الاستعمار ملة واحدة، ولكن عندما نقارن بين فئتين بين ظالمين نقارن، نحاول أننا نشوف أخف الضرر من هؤلاء. ففي عهد الاستعمار الإسباني كانت هناك معامل وشركات وغيرها من الأمور، كان يعني إذا نتغل معامل إذا خدمة. خرج الاستعمار الإسباني سلمنا إلى الدولة المخزنية، الدولة الدكتاتورية، فقمع فينا في 58 و59 كذلك 84 وغيرها من الأمور. إلى حدود الساعة نظرة المركز إلينا على أساس أننا نحن أوباش بين قوسين، وإن كنا أوباش فيجب الرجوع إلى التاريخ. لماذا تم تسميتنا بالأوباش؟ لأننا أعطينا الدروس. ما معنى الدروس وما معنى الرجال وما معنى النساء الحرار للحرائر؟ أننا نرفض الاستبداد ونرفض الطغيان ونرفض أن نركع للبشر، لأننا كما قلنا وفي أكثر مرة على أننا مواطنين لدينا حقوق، نطالب بمطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية ورفع العسكرة. كيف يعقل على من يدعي نفسه أمير المؤمنين يحاصر شعب أعزل؟ هل كان هذا يعني يدعي أنه صبت النبي؟ فهل النبي يحاصر شعبا؟ متى حصر النبي شعبا؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم، متى حصر عمر وابو بكر او عثمان او علي، متى حصروا شعبا اعزل؟ بالله عليكم من تستحمرون الى شيوخ البلاط وعلماء الذل والعار، كما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وجدتم العالم يكثر باب السلطان فاعلموا انه اللص. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب هؤلاء الدجالين المنافقين الذين يحاول تشويه الحراك. من العيب والعار على دوله ترفع شعار كما قلنا العهد الجديد، ودولة ترفع شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان وتخسر الملايير على الندوات من أجل أن تجمل وتمكيج، يعني تتبكيج لنا سميتو هالدولة هذه. ثم في آخر مطاف الحمد لله جهد الحراك هذا ليبين الهشاشة ديال الدولة المخزنية.